تخيل معايا تكون مع واحد البنت وخاطبها وكتبغيها بزاف، ماشي كتبغيها شويه، كتبغيها بزاف، متعلق بها لواحد الدرجه ما يمكنش. وقفتي معاها وقت الحزه، وقت ما كانت ما مريضه، وخلصتي على ما العمليه، وكنتي كتخدم وكتجمع الفلوس باش تزوج بها، ودرتي معاها كلشي زوين، وناضت وخلاتك ومشات تزوجات بلا خبارك، بلوكاتك وتزوجات، باش كنتي غتحس؟ فاليوم غنعاود لكم القصه ديال هاد السيد اللي طرا لي هاد البلانات، وكيفاش كان غادي يمشي في التهلوكه لولا قدره الله، ولولا الله اللي حل لي عينيه باش يمشي طريق زوينه ونجح في حياته. فداكشي علاش اي واحد دابا كيتفرج فيا طرا لك بحال هاد البلان، وقلتي انه صافي الظلام، بديتي كتشوف الظلام وداكشي، اسمع القصه وكمل حتى الاخر وشوف النجاح اللي وصل ليه خونا، بسبب انه من داك التعلق اللي كان هذيك البنت تعلق بالله ولا خدام على راسو ووصل داكشي ليه. بابا الاخوان داكشي علاش ركزوا معايا مزيان وكملوا القصه من الاول حتى الاخر، واي واحد عنده قصه يصيفطها ليا في الانستغرام، ها هو الانستغرام ديالي. ملي غتسمع التفاصيل ديال هاد القصه راسك غادي يضرك، خصك تعرف بعدا كيفاش هاد السيده غادي تخونو، كيفاش غادي تلعب عليه، وكيفاش انها نكارت الخير. وكي تقال داك المثل ديال خير ما يطرابس، هادشي ديال القصه، نكران الجميل ودير خير ما يطرابس. يعني تخيل تكون انت كدير الزوين في واحد الانسان، هو غير الحيوان كدير معاه الزوين وكيعقل عليه، محسك الناس بنادم كدير معاه الخير، عوض ما يدير بداك الخير درتي معاه كينكرو. وهادشي اللي كان مع هاد السيد، مع هاد السيده، هاد السيد هذا كان ود عائله كبير، يعني السيد مسك عليه الله، باش نكونوا واقعيين، ماشي ماسك عليه، ولكن السيد كاينه فلوس، دارهم فهمتي، قراو زوين، قراو في بخيفي، يعني كاينه فلوس، موظفين زوينين، يعني عايش موت بخير. البنت كانت بنت احياء شعبيه، بنت حي شعبي في كازا هادشي، بنت حي شعبي عاديه، وتحياتي لولاد الشعب، وتحياتي لولاد الاحياء الشعبيه، راه ماشي كلشي بحال بحال، فما علينا. واحد النهار السيد هذا كان خارج ويشوف هاد البنت هادي كانت خدامه في واحد المكازان، عجباته على ما كيقول هو، قال لي عجباتني، هي كديت بحال هكا، دخل داك المحل حتى عجباتني، هي ما عرفتش حسيت بشي حاجه من جيتها، انجذبت ليها، قال لي ولا ندخل، دخلت المحل، قال لي انا كنت لابس حطه زوينه، هي اللي كنت تعاطي العين كدا هادي، المهم ما يمكنش ما تهضرش معايا، قال لي بحال هكا، قلت في راسي، دخلت بحال هكا، قال جات عندي، هي باش كدير دوك الحركات، باش زعما ديك اللعبه تثبتني، باش نشري من عندها شي حاجه، قال لي انا ما كاينش مشكل، ناخذ، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي اشكال. المهم هو نشد معاها السون، صافي بدا كيسولها، بدا كيدي معاها في الهضره، بدا كيجي معاها في الهضره، ايوا هادي هادي شنو كتصلح، وهي كتعطيه المعلومات وكذا وكذا وكذا، صافي في الاخر شرا من عندها، ويقول لها الصراحه عجبتني الهضره ديالك، خلي لي النمره ديالك. مشات بقات كتشوف فيه، قالت لي راه المحل والخدمه وهادي وكذا، بدات في الاول كتماطل عليه، قال لها شوفي، قال لها راني عارف الخدمه وداك الشيء، قال لها والله العظيم الا ارتحيت لك وخلي لي النمره ديالك. بقات كتشوف فيه على ما كيقول ويطلق ليه النمره، طلقات ليه النمره، صافي مشى، بقى كيهضر معاها، بقى كيهضر معاها، قال لها شوفي انا بغيت ندير معاك شي كافي نريحو نهضرو ونناقشو الامور. قالت لينا امور، قالت لي شو، قال لها شوفي دخلتي لراسي جبتيني، صافي دار معاها كافي، ملي دار معاها كافي هنا خدمت باش كتعاود لي المشاكل ديالها، باش كتعاود لي المشاكل ديالها، باللي عندها ما مريضه، بلي هي فهمتي كتصرف على خوتها، بلي هي ساكنه في حي الشعبي، بلي هادي، وهو كيسمع عليها وكيقول فهمتي مباهر بطريقه الهضره ديالها، ومباهر بالجمال ديالها، ومباهر انها مفتخره بداكشي اللي هي فيه، يعني ما كتستعرش من الاصل ديالها، يعني ماشي من داك النوع اللي كيتصور. قال لي راه الصراحه، قال لي انا راه عجبتني، قال لي ماشي من داك النوع اللي باغي يعيش شي حاجه زعما، راه هو هادي البنت، قال لي كتعاود ليا بلانات كدا هادي. ويقول لها شوفها بنت الناس، قال لها غنوقف معاك في اي حاجه بها، قالت لي زعما انت هذا، قال لها اي حاجه انا نوقف معاك فيها، قال لها اي حاجه، قال لها انا معاك، حسبيني ظهرك اللي بغيتيها، اي حاجه انا نوقف معاك، غندير معاك اللي بغيتي، نعاون الوالده ديالك، خصك شي حاجه نعطيك فلوس، قالت لي لا وكذا وكذا، قال لها شوفي هادشي انا دايرو حيت انا باغي، ماشي حيت انت طلبتي مني، يعني انا عارف انت ماشي من النوع اللي كيطلب من هذا، قال لي انا اللي بغيت ندير هادشي مني راسي. صافي بقاو بحال هكا في علاقه، دخلوا في علاقه صداقه في الاول، كيخرجوا كيضحكوا، ارتاح ليها وبدا كيتعلق بها هنا. اخوان باش نركزوا في واحد النقطه، هو كانت عنده ديك الساعه 32 عام، هاد البنت هادي كانت تقريبا عندها 22 عام، يعني راه بيناتهم 10 سنين ديال الفرق، 10 سنين الاخوان،
يعني 10 سنين، هو عجبو البلان انها مكافحه بنت باقا صغيره وعندها العقليه ديال الكفاح، فما هنينا من مورا ويدخلها بالبلان ديال انها عجباتو كذا ودخل معها في علاقه، هي في الاول رفضات، من بعد صافي وافقات بحكم انه شاف داكشي اللي كيديروا معاه وداكشي، قالت صافي دخلت معاه في علاقه، صافي ولاو كيخرجوا هادي هادي كراو ابارتمون، نتوما راه فاهمين اللي البقيه هذا، المهم السيد تعلق بها وبغاها بزاف وقال صافي خصني نخطبها. اي واحد النهار من الوالده ديالها جاتها واحد الكريز خايبه، مشات دخلت السبيطار، ما كانش عندها منين تجيب فلوس ديك البنت، شكون اللي غادي تلقى؟ غتلقى هاد السيد هذا، هاد السيد هذا حتى كان جامع واحد البراكه، عطاها لها كامل حطها لها فوق الطابله، وما يقولش رجعها ليا، غادي حطها لها فوق الطابله، قال لها قول لها سيري داوي الوالده ديالك، فهمتي عنقات وقال لي باقي عنقل، عنقاتني من جبت لها اللعيبه، عنقاتني قالت لي يلاه هذاك، والوالده تعتقات، صافي بقاو بحال هكا، من مورا ما ولات الوالده ديالها بخير وداكشي، مشى خطبها. مشى هضر فيها وصافي الوالده ديالها عطاتو الكلمه وكذا، فهنا هو ولا كيموتيفيها على حوايج مزيانين، انها تولي تقرا وداكشي، عاود هو صرف عليها فواحد ليكول دخلها، كيصرف عليها كيقريها العيبات الاخوان، وتخايلوا معايا ولا كيف عرف على ناس واعرين، وهنا فين طق الاخوان، كيعرف على ناس زوينين كيمشيو كيجلسوا في ريستورات زوينين العيبات، يعني حتى دوك يعني بحال اللي قلتي داك المجتمع هو اللي عارف، هو طلع على داك المجتمع، طلع انه هو اللي كتعرف بنادم المجتمع، فهنا الدقه هنا فين ختنا غادي تعرف على واحد خونا من هذوك اللي كان هو من دوك البلايص اللي كان كيمشي تماك، بحال اللي قلتي هاد خونا اللي غادي يعرف، يعني غادخل معاه في علاقه من غير هذا اللي معاه، كان هو صاحبه بحال هكا، هما بحال جروب واحد منهم تاثرت ليه هي وتاثر لها هو، وخد النمره وبداو كيهضروا، وهي فصلات العلاقه ديالها مع الاخر، والاخر قالت له دير اخونا راه معايا راه صعيبه باش هادشي الاخوان من بعد غادي يعرف خونا هادشي كامل، هاد لي ديتاي كاملين. فملي كان هو كيدير هادوك البلايص وداكشي فريمون شي راه كيضرنا تستفزي الصراحه، ملي هو كان كيدير هادوك البلايص وكان كيوريها هادوك البلايص وداكشي، خدنا بدا كيحس بها انها صافي ولات فهمتي عجبها هذاك البلايص، فهي ولات كتخدم حتى هي ودبر لها في خديمه حقها، خرج من المحل دبر لها في خدمه زوينه، السيده ولات خدامه بخير وكذا، صافي هو فيما كيقول لها لا دات ديال الزواج كتعرف، راه مازال الوقت راه باقي الوقت، خلينا نجمعوا الفلوس خلينا هادي، وختنا مالها ختنا راه باك كتقاد الدقه مع الاخر، هي راه باك كتصوب الدوسي ديالها مع الاخر باش انها تزوج بالاخر، ماشي الاخر تخيلوا معنا كتماطلو والاخر كيتقاد معاه لا دات، مشى الاخر دوا فيها عند ماما، هو ديك الام ديالها اللي اعتقها الاخر قالت ليها خودي لا، زعما هذاك الاخر اللي ما اعتقها ما والو، تخيل حتى الام طلعت خايبه، تخيلوا انه هو خلص على العمليه وداك الشيء وما عقلاتش عليه ومشات عند الاخر، زعما قالت ليها خودي الاخر. ايوا هو كيعاود دابا وصل ليا البلان دابا هادشي هو عاودوا لي في الديبار، للعلم الاخوان راه كندير لي سيونس مره ديال الكوتشينغ واللعيبات، اللي خصاتو شي حاجه يمشي كونتاكتيني في ميسنجر ولا في انستغرام، ها هو الانستغرام ديالي. فما علينا انا كنكمل لكم القصه ديال السيد، قال لي خويا دابا وصلت الليله لي بولفيرسات لي حياته كامله، قال لي مع العلم انها بدات كتنقص الهضره ديالها، مع العلم انها حسيت بها بدات كتبدل ولات كتهرب، مع العلم انني فاش كنبغي نعنى ولات كتحيد ولات كتهرب ولات كنحس بها عاد، فاهم هادشي كامل، يعني خصكم تعرفوا واحد النقطه بين قوسين، ان البنت اللي بدات كدير الحركات انها كتهرب منك وما كتبغيش تعنقك وما كتبغيش هادي، عرف باللي صافي خدنا نفراشك، هنا عرف ان ناقص خطر، هنا خصك تلقى الحل، يا تهضر معاها يا تقول لها شنو كاين، ما هذاك انت تبعد من الاحسن، لان صافي ماشي قضيه باش تقول لك لا حق راه ما كاين والو، لا راه كاين، فما علينا. جات الليله لي بولفيرسي، الليله قال لي الليله السوداء، الليله الكحله، هو كيشوفها بهذه الطريقه هذه، قال لي ديك الليله راه ما طراش فيها والو، قال لي كتهضر معاه عادي، قال لي الليله كنداوي معاه عادي كأي ليله، لانها كتقول لي كنعس مع 12 وهي ديك مورا 12 كتكون كتهضر مع الاخر، كشرات نمره اخرى هي تي غادي نعرفو من بعد، قال لي داو معاها، قال لي راه هي بقى لها ديك الساعه غير 3 ايام 4 ايام باش تزوج، قال لي داوي معاها واللعيبات كي صافي، قالنا بون وي تصبح على خير هادي
مشيت نعس نعسات. جا الصباح هي ديما ضروري هي كتفيق كتصيفط لي صباح الخير، كنصيفط لها صباح الخير، ما صيفطهاش صباح الخير هذاك النهار. قلت اه كنعيط لها كتطلع لي زعما النمره مبلوكيا او كيجي كيدور لي ريزو سوسيو كيلقى راسو تبلوكا او كيسول راسو كيقول علاش هادشي كامل طاري، يكون ما طاري شي حاجه انا ما عارفهاش. خويا هذا كيطرح هاد الاسئله هادو، قال شي حاجه ما طاريش ما عارفهاش، وقيلا راه خاصني نعرف شنو كاين. فهنا بدا كيسول هنا 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 ما عرفت حتى شي حاجه. خدنا بحالي قلتي تبخرات تبخرات ديال بصح. غادي يسول تسطى خونا بحال يهبل، قال لي بحال يهبلت بحال تسطيت، قال لي راك مبغيها، قال لي ولا بغيت نعرف مالك ما طاري شي حاجه. هي مشيت لدارهم، هي مشيت للدار عندهم ما كنلقى حتى واحد، لا ما لا حتى شي واحد. كنسول جيرانهم راه ما كاينينش، راه شي 3 ايام دابا باش مشى. يعني هو هي ملي كانت كتهضر معاه يا ديجا مشات، ما عرفتش فين مشات، مشات للمدينه الاخرى اللي غادي يتزوج فيها مع خونا الله. قال لي اخويا ما بحال هكا، قال لي حتى واحد النهار، قال لي هذا داك النهار هو اللي خيب ديال بصح. قال لي جات بحال هكا، قلت لك يوصلني واحد الميساج من الدري عشيري، قال لي فلان واش ما عرفتش شنو طرا، قال لي ناري الهربه. قال لي مالك؟ قال لي راه واش فارقتي مع فلانه؟ قال لي لا. قال لي واش مأكد؟ قال لي اه مأكد. قال لي راه فلانه راه تزوجت بفلان، مع هو كيعرف داك الخونة. قال لي تاش كتقول؟ قال لي راه بسطوريات ويسكري لي سطوريات ويصيفطي سطوريات ديال ختنا اللي كانت معاه مزوجه بواحد اخر فدوك البلايص اللي كان كيمشي ليهم، وداك الشيء تعرفت على خونا تماك. يعني هو حل هذوك البيبان كامل. قال لي ديك الساعه ما كرهتش الارض صرتني، قال لي حسيت بالسخفه، هي بديت كنحس براسي سخفان، قال لي التنفس ديالي بدا كيهبط، قلبي كيضرب 190 درجه. قال لي جاتني الترعيده، قال لي صافي صافي، قال لي التنفس بحال قال لي بحال حس بالموت ديك الوقيته. قال لي شفت صوات وهي مزوجه، قال لي ما بقيتش عارف شنو غادي ندير، واش نمشي عندها واختنا صافي هذا داك حتى ستوريت اللي صارت لي كاتب الكتاب ديالها يعني سيد الزوجات خونا. قال لي شنو غادي ندير في ديك الوقيته؟ قال لي ما قال لي بقيت عارف حتى شي حاجه. هي مشيت للدار مرفوع، هي بقات كنبكي 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 كنبكي، وحس بواحد الحقره، حس بواحد حس بكل شيء خايب. هي كنشوف الظلام، قال لي من تماك وانا ندخل في المتاهه ديال البليا. قال لي وداها فيس، قال لي بقيت باغي حتى شي حاجه. قال لي وليت عطاها الشراب، الوالده ديالو شافت في هذيك الحاله وبقى فيها ولدها، والوالد ديالو حتى هو ولا هو كيهضر خيب مع والديه، وبقى باغي حتى شي حاجه والاكتئاب خيب حاد بسبب انه كيقول تعلقت بواحد الطريقه ما يمكنش. قال لي هنا بديت كنمشي وكنمشي كن، قال لي ما عرفتش بعض المرات قال لي كنحس براسي بحال اللي كنغلط انا، بحال اللي وليت في صراع مع نفسي، كنقول كيقول لي راسي لا ما ديتش هذا الشيء فايق من القلبه. واحد خونا كيقول لي كيدمرني اكثر، يقول لي هاي خلاتك ومشات مع واحد وانت كتبغيها وانت هادي، وليت في هاد الصراعات. قال لي في هاد اللحظه انا شنو درت؟ قال لي بديت كنقلب، هي بديت كنقرا، بديت كنبحث في علم النفس في بزاف ديال الحوايج، هي بديت كنفهم العقليه ديال المراه، بديت كنقلب وكنبحث اكثر في هادشي ديال شنو المراه شنو هادي شنو هادي شنو هادي. قال لي سبحان الله واحد الليله قال لي كنفكر في حالك كنقول يا ربي يا ربي تهديني. قال لي هادشي اللي طلبت من الله وتخليني ناجح وما تخليش سميتي يشمتو فيا، حيت هو صافي باعت عليه داك البلان ديال خونا تدمر. قال لي عام وانا مدمر، عام قال لي عام وانا مدمر، عام وانا ما كندير حتى شي حاجه في حياتي، هي خدمتي ما بقاش خدام حتى شي حاجه، هي عام. قال لي شنو غادي ندير في هاد الوقيته في هاد اللحظه هادي؟ قال لي غادي نمشي غادي ياذن الفجر، مع غادي ياذن الفجر قال لي غادي نوض غادي نصلي. قال لي خويا ما عرفتش كيفاش طرح لي الالهام من عند الله، هي واحد الاحساس حسيت به ديال الراحه وديال الارتياح وديال ديال السكينه. فهنا بحالي واحد الميساج قال لي الله فاق من القلبه اللي انت فيها. قال لي من تما قال لي وليت عطا الصلاه، من تما قال لي الغد لي قررت انني غنبدا بروغرام جديد في حياتي اللي كنت فيه وما اكثر. قال لي عطيت المجهود ديالي كامل في الخدمه، قال لي وليت كنخدم، دخلت لاصال تبدلت، قال لي رجعت لداكشي ورجعت محسن كاع
ولي ديك الطاقه ديالي كامله خرجتها في السبور وفي الخدمه ديالي، وقال لي الصلاه ما بقاش كتبعد عليا، قال لي اختنا ملي كتبخر ليا من دماغي بحال عمرها كانت، قال لي واش حسب الورود، قال لي داز الوقت، قال لي حتى واحد النهار قال لي غندخل مع صحابي واحد الريستورون، كانت تماك واحد لانيماسيون داكشي، هي كتبان ليا هي مع خونا ومضاربين، هي بحال هكا عيني جات فيها بحال هكا كتبان ليا دوك مضاربين، وخونا بحال نهض عليها وفهمتي وغوت على بواحد الطريقه بحال دله وتسمعات ديك الشوفه اللي غادي نشوف، قال لي بحال اللي كنقول شوف دابا فهمتي زعما بحال حس بواحد البلاصه، قال شو انا كيفاش كتعامل عاملها، شو خونا كيفاش كيعاملها، بحال ديك الكارما كما كيقولوا، وختنا شافته بحال هكا وفهمتي وحده الراس ودار براسها بحال ما شافها ما والو، قال لي وبنت قال لي اصلا قال لي من الشتا قال لي بقيت حاس حتى شي حاجه. فالاخوان هنا القصه السالات ديال هاد خونا، يعني هو طاح في الديبريسيون ولكن فاق، كاينين ما كيفاقش، كاينين بزاف كنعرفوا انهم كيبغيو كاع ينهيو حياتهم، راه شوف هادشي راه كان منذ القدم، زعما راه حتى البنات كيطرا لهم نفس البلان، الحياه كتستمر، هادشي اللي خصكم تعرفوه، الحياه راه كتستمر، الانسان الا مشى وتزوج وخلاك وتزوج شي واحد اخر، اختار واحد اخر ومختاركش انت، يعني هو من الاول ما كنتيش انت النيمورو ان عنده في حياته. البنت فاش كتبغيك كتكون انت النيميرو ان، ما غاديش تشوف جهه اخرى، يعني انت اللي ما كنتيش نيميرو ان ما عندك ما دير باي وحده كما بغى يكون النوع ديالها، هذاك البغو له لا يبغي يجي غادي يمشي مع الوقت ديال شر. فهادشي اللي كاين الخوت، نتمنى القصه تكون عجباتكم، وهذا هاد القصه لانني الباحث هاد لايف، وواحد خونا صراحه قال لي خويا طار لي هاد البلان، وواحد خونا السيد اللي عاود لكم القصه ديالو راه عاود ليا شحال هادي، عاود ليا شحال هادي، وكنت باغي نعاودها وكنقول غنعاودها اليوم هادي كذا كذا، وهو قال لي بارطاجيها، وجا الوقت باش نبارطاجيها الاخوان، المهم تبارك الله عليكم.